السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر الآن أمطار رعدية. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. أمطار رعدية جدا غزيرة على 18 ولاية اليوم. أعلنت أتمنى من أخواتي وضع اللايك والاشتراك وهذا فضلا وليس أمر. أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بحبات برد على الولايات الوسطى والشرقية اليوم. وفي نشرية خاصة لذات المصالح أفادت أن كمية الأمطار المرتقبة تتراوح بين 20 و40 ملم ويمكن أن تتعدى محليا 50 ملم، كما أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة الثالثة اليوم الأربعاء، وستتساقط الأمطار على ولايات تيبازة الجزائر العاصمة لبليد بومرداس تيزي وزو بجاي جيجل البويرة المدية وعين الدفلة. وفي تنبيه آخر، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم، وتساقط الأمطار يستمر إلى غاية الساعة التاسعة اليوم مساء على ولايات بتنا خنشلة مالبواقي قالما سوق هراس تبسة الجلفة والمسلة. نتمنى أن يحفظ الجزائر وأهل الجزائر. هذه الدعوة التي أتمناها دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.